دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا مزيان. هذه الفيديو درته موجه للطلبة ديال الدوزيام اني والتروازيام اني، يعني الاس 4 والاس 6، نظرا انه هما اللي كنخدم معاهم دابا دي سيونس وفورم دي فيديو. كنعتذر للطلبة ديال البروميير اني حيت عندي اكراهات ديال الوقت، ما انا تا هما ما كرهتش زعما نخدم معاكم. هادشي علاش هاد الفيديو موجه للدوزيام اني والتروازيام اني، وكذلك يمكن انه يستافدوا منه حتى البروميير اني. علاش؟ حيت غادي نهضر على لي زيرور اللي كيديرهم الطلبه، والاغلبيه ديال الطلبه فين كاينين هاد لي زيرور. الو، كنعرفوا ان كل الطلبه كيتبعوا دي سيونس، يعني سيغ يوتيوب مع شي بروف سيغ يوتيوب، ولا مع لي بروف في اللايف، يعني كلهم كيتبعوا في هاد الطلبه كي يعني كيقراو بهاد الطريقه وهاد الشكل، نظرا للظرفيه ديال هاد الحجر الصحي اللي عنده يعني دي زانكونفينيون، عندهم حتى دي زافونتاج. ولكن يعني شنو لاحظت انا، الاغلبيه ديال الطلبه كيفاش كيدير يقرا؟ يعني ها الفيديو كدير مجهود وتشرح الكور ودير دي زابليكاسيون، يعني وكاع لي بروف كيديروا الميم، يعني لا ميم مانيير، كيعطيك الكور وكيشرح لك وهذا، ويدير لك لي زابليكاسيون والكوريجي، ويخدم معاك دي زيكزرسيس. رغم هذا المجهود الطلبه شنو كيديروا؟ كيقراو. ما كنهضرش على كل شيء، ولكن كنهضر على الاغلبيه ديال الطلبه. راه كنقول اغلبيه الطلبه راه حتى 90%. شنو كيديروا الاغلبيه ديال الطلبه؟ مجموعه ديال الاخطاء. شنو هذه المجموعه ديال الاخطاء؟ وهذه المجموعه ديال الاخطاء هي اللي كتخلي داك المجهودات ديال الاستاذ ولا ديال البروف كيضربوها في الزيرو كامله. يعني حنا ملي كنقولوا انه راه البروف ملي كيدير لك سيونس فيها الكور ودي زيكزرسيس، يعني زابليكاسيون، ويخدمهم معاك ويفيريفي الطابلو واش كيبان ولا ما كيبانش، هادشي راه كامل على ود الطلبه وباش توصلهم لافورماسيون، وما يحسوش ان هاد الفتره راها كانهم راهم في عطله. دونك هذه مبادره انها مزيانه، ومن واحد الناحيه ان الرقمنه ديال 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 الرقمنه ديال ديال يعني التعليم. دونك هذه نقطه ايجابيه في هاد الظرفيه. على اين شنو لاحظت؟ لاحظت ان الاغلبيه ديال الطلبه شنو كيديروا؟ كيجي غادي يشوف واحد لاماتير غادي يقراها، كيجي كيشوف لا ماتيير. نعطي انا اكزومبل سامبل، غادي نشوف انا ماتيير مثلا ديال الماتيماتيك فينونسيير، كيجي ايتيديون كيسمع كيدير يوتيوب ماتيماتيك فينونسيير، كيجي بدا البروف كيقرا مع الماتيماتيك فينونسيير، عاود يجي بدا البروف ماتيماتيك فينونسيير، كيلقى الطريقه ديال هذا ماشي هي الطريقه، ولا الطريقه الشرح ديال هذا البروف ماشي هي الطريقه ديال هذا الشرح ديال، يعني الاول كيقول لا جاني صعيب، كيطلق الفيديو الثاني لا طويل، كيطلق الفيديو الثاني. راه اول نصيحه نقول لكم، راه اول نصيحه، راه منين تبغي تقرا شي ماتيير، اول حاجه اول اوبجيكتيف يكون عندك هو ان نقرا الماتيير على حقها وطريقها، يعني من ا الى حتى لزد. هذا هو الاوبجيكتيف ديال اي طالب، هو يقرا الماتيير من ا حتى لزد. دونك باش انا نقرا الماتيير من ا حتى لزد، شنو هي الطرق باش اللي خصني نتبعها باش نقرا انا الماتيير من ا حتى لزد؟ راه ماشي هي نبقى نسمع لهذا البروف ونسمع لهذا البروف ونسمع لهذا البروف ونسمع لهذا البروف، راه بحال اللي كتكبوا الماء في الرمله وكيدوز لك النهار بحال ما داير والو. ونعطي انا راه كنهضرت مع واحد الطالب، شنو قال لي؟ قال لي فوالا مسيو، راه لقيت مشكل في سميتو، مشكل في الكونتاكت سوسيتي. الله اودي ديال اش الكونتاكت سوسيتي؟ راه زعما راه دي زونغيستريمون كونتار، راه ساهله، ماشي حاجه اللي ساهله. كنشوف كنت متبع مع واحد البروف وشديت معاه راس الخيط، ومشيت للبروف ديالي ما لقيتوش كيدير بحال داكشي، مشيت شفت واحد البروف واحد اخر ولقيتو كيدير واحد الطريقه واحده اخرى وتخربقت. دونك اول نصيحه اللي نقول لك، اول حاجه راه عندكم دي بروف يعني يونيفرسيتي كيدير لك دي سيونس ديالو، وراه يعني في البلاتفورم ديال لا فاك راه كتكون ان كل بروف كل ماده راه كيدير لي سيونس ديالو. السؤال المطرح اللي لقيتو شنو هو؟ مسيو راه البروف انا ديالي ماشي ما كنفهمش منه، هو راه كيشرح بيرمون كيهضر بالفرونسي، انا ما كرهتش شي واحد اللي يشرح لي هكا بالدارجه وبالفرونسي بالعربيه وبالفرونسي، غادي نفهم احسن بيرمون بالفرونسي حيت عندي مشكل حتى في الفرونسي، يعني كيوليو عندي جوج مشاكل ديال الفرونسي وديال الماده.
دونك نظرا انا كنعرف النظام ديال التعليم في المغرب، يعني لا بليبار هذيك المرحله ما بين الباك ولا فاك سفري انها صعيبه. علاش؟ حيت كنكونوا كنقراو السيستيم عندك بالعربيه، يعني من الابتدائي وانت طالع وانت كتقرا كل شيء بالعربيه، كتوصل لافاك كتولي كتقرا بالفرنسي. بصح الاغلبيه كيلقاو هذه المشاكل هذه، حيت داك انتقال من الليسي لافاك، دونك كتولي عندك كل شيء فرنسي. يعني الا ما كانش عندك واحد الباجاج في الفرنسي ولا واحد التكوين في الفرنسي راه ما غاديش تواكب. اغلبيه ديال الطلبه عندهم هذه المشاكل. هذا الشيء علاش كيلتجوا الطلبه لي سيونس سو فورم دي فيديو، يعني مع دي بروف واحد اخرين اللي كيشرحوا بالدارجه. دونك اول نصيحه اللي نقول لك هو انك فاش تجي دير يوتيوب وتلقى واحد البروف كيقرر لك في واحد الماده مثلا الماتيماتيك فينونسيير، انا ما كنقولكش ما تعزلش البروف، سي فري راه خصك تعزل البروف اللي غادي يشرح لك بطريقه مبسطه، ولكن من تلقى داك البروف اللي غادي يشرح لك بطريقه مبسطه تبع معاه غير هو، ما عندكلاش تبقى تنتقل من البروف للبروف للبروف للبروف، راهي كتكلف راسك. هذه اول حاجه. ثاني نقطه غادي نهضر عليها هو انه ملي نجي نتبع انا نلقى واحد البروف اللي غادي يشرح لي واحد لاماسيير من ا حتى لزيد، راه ماشي طريقه ديال اني نطلق الفيديو، نطلق الفيديو اللي هي في واحد اللحظه اني تغديت وتكيت ودخلت الفيسبوك بقيت كنتسارى، مورا دخلت اليوتيوب كانت صمت الاغاني شويه طلع لي البروف ديال الماط فين قلت ارا ندخل نشوفه. النصيحه ما اولش قرا في ديك اللحظه، ما عندك لاش تطلق اي بروف، يعني اي فيديو ديال القراي ما عندك لاش تطلقه وتقول لا مو ام تكي متكي ارا نسمع اش كيقول. شوف راه ماشي الطريقه هذه. انا راه ملي نبغي نقرا واحد الماتيار ولا مثلا نسمع لواحد الفيديو ديال واحد الماتيار راه غادي ندير ان بروغرام فوالا، انا راه غدا غادي نقرا الماتير فلان فلانية، غدا غادي نقرا الماتير فلان فلانية والماتير فلان فلانية، وها فوقاش نقرا الماتير فلان فلانية وها فوقاش نقرا الماتير فلان، يعني يكون عندك ان بروغرام. هادي اول حاجة، حيت ملي كدير ان بروغرام واول تقرا راه اول حاجة راك مكطلقش الفيديو وانت متكي، يعني راك داير غدا انا مع تسعود غادي ندير واحد لا سيونس ديال الماطفين نشوف انا فين وصل ولا غادي نكمل انا قرايتي. ومني كدير لا بروغرام راك كتوجد دفتر الماطفين وكتجيب وجد ستيلو وكنطلق الفيديو وكنتبع. داكور، دونك هذه النقطة التانية. النقطة الثالثة هو ان ملي كنقول انا توجد ستيلو هو داكشي اللي كتبع فيه في الكور نكتبو. على ملي كتكونوا في لاكلاس ولا كتكون في المدرج في لونفي وداكشي اللي كيكتبو لك البروف في السبورة واش ما كتنقلوهش؟ راه بطبيعة الحال كتنقلوه. واش البروف ملي كيطلق شي حاجه في الديابو بلا ما كيكتب لك، الا دوزها غير بسرعه راه كان كتبقاو طابيو عليه باش يوقف. علاش كطابيو عليه؟ باش تكتبو. ودابا سو فورم دي فيديو ان علاش ما غاديش تكتب؟ دونك كما كنقول انا بين قوسين راه ماشي كاع الطلبه، راه الاغلبيه ديال الطلبه هادشي اللي كيدير. دونك الكور ما كيكتبش، خلينا من واحد الفئه اللي هي كبيره. فئه كبيره شنو كتقول؟ لا انا ما نكتبش الكور حيت انا اصلا العقل الباطني ديالو اش كيقول له؟ راك ما تفهمش بالكور، غتفهم بلي زيكزيرسيس. وهادو راه فيهم واحد الفئه كبيره، يعني هو اول ايطاب شنو عنده؟ كيمشي يقلب على لي زيكزيرسيس، كيقول لك انا بلي زيكزيرسيس كنفهم في ماطفين ولا انا بلي زيكزيرسيس كنفهم واحد الماده. راه خطا. عندي الكور ياك الحمد لله ما عندكمش دابا لافاك وعاد هاد المشاكل ديالها يوتيوب ونتبع في هادشي هذا. ياك عندك النهار كامل خاوي، ما كتخرج ما كتدخل، ياك هي الدار. هو انا ندير هي ماده في النهار ونعطيها وقتها ونطلق لها الكور ديالها بلابليكاسيون ديالها ونخدمو وعاد نقلب على لي زيكزيرسيس، راه الخير والبركه، راه وين ليك دابا فين تكون وصلتو. اما باش نطلق الماط فين؟ لا ما عجبنيش. لا ندوز انا نخدم الكونتات سوسيتي. لا الفيديو ما باينش. كتلقى راسك دوزتي النهار وراك ما درتي حتى حاجه. وصافي حتى الغدا ونوض نخدم. راه شوف راه اول ايطاب هو ندير بروغرام، راه اول حاجه هو ندير ان بروغرام. فوالا ها شنو ندير غدا، ها شنو ندير. انا راه فاش كنت نقرا راه كنت ندير بروغرام ديال سيمانه، اقسم لكم الى بروغرام ديال سيمانه، لاندي ماردي ميركودي جودي وعندي البروغرام اقسم لكم الى نحلف عليها 8 ل 10 ها شنو كنقرا، وكندير من 10 ل 10 ونص كنرتاح، ومن 11 من 10 ونص
12 ونص ساعتين عاوتاني، ها المادة الفلانية اللي غندير، ومع 12 ونص غادي نمشي نتغدى وغادي نرتاح وغادي نعس ونفيق مع 3 ونص العشية ونمشي للقهوة. دابا بويسكو ما كاينش قهوة راهي في الدار، هنوصل للقهوة مع 4، ومن 4 ل 6 شنو غنقرا، ومن 6 ل 6 ونص نرتاح، ومن 6 ونص ل 8 ونص شنو غنقرا، كنلقى راسي في النهار قريت 4 د المواد. وانتوما ديروا البروغرام، هي ديال المادات، هي جوج مادات، هي جوج ديال المواد، راه الصباح نقرا مادة وصباح والعشية نقرا انا هي مادة، ونشد داكشي نقرا على حقه وطريقه، نشد ورقة وستيلو ونحط الفيديو. وعلاش انا اللي ما شدش عليا كاع بيتي ما يدخل عندي حد باش ما نديرونجاش ونتكونسونطرا انا هنا على الفيديو ديالي، ونكتب الكور ديالي الحاجة اللي مهمة نوطيها. علاش غادي ندوزها؟ شنو تابعك باش غادي تنقص نيشا لي زيكزيرسيس؟ وبين قوسين وقعت لي تانايا، انا يلاه لحت سيونس ديال الغوشيرش اوبيراسيونيل ديال التروازيام اني، يلاه خدمنا البارتي الاولى، دونك باش بلا ما نسميها، خدمت البارتي الاولى، خدمت فيها دي زيكزومبل دي زيكزيرسيس. شي وحدين صيفطوا لي في كومونتير مسيو راه لا سيري اللي حطنا البروف واش ممكن تخدمها معنا؟ اول سؤال قلت لها ما شفتش انا لا سيري، صيفطيها لي. كي دايره لا سيري؟ قالت لي راه ديفيرونط على هذاك الشيء اللي خدمتي في الفيديو. صيفط لي لا سيري، شفت انا لا سيري، اقسم لكم يمينا الا شنو لقيت في لا سيري. ليكزيرسيس انا اللي عندي في الفيديو هو لو ميم اكزيرسيس اللي كاين في داك التيتي اللي عطاهم البروف، واصلا ليكزيرسيس انا اللي خدمت راه ديال داك البروف وحطو داك العام. قالت لي هاد العام راه بدل، ملي جيت نشوف شنو لقيت، لو ميم اكزيرسيس بدل لي شيفر صافي. يعني شو ليتيديون شاف هي لي شيفر مبدلين، لا خدم له داك ليكزيرسيس. ما فهمت انا زعما الا خدمناه زعما تحفظو؟ شنو كان الجواب ديالي؟ قلت له راه هذاك ليكزيرسيس وراه لا سيري راه كي شتيها، شوف لونطيت شكون البروف، هذاك البروف شنو معناته انك ما غاديش تخدمي انا داك ليكزيرسيس؟ لو نهار يحطوا لك في ليكزام زعما انا منين جايب داك ليكزيرسيس على اي. دونك النصيحه اللي ننصحكم الله يخليكم، راه نتبع الكور والنوطي، راه شابيتر بشابيتر، راه داك المجهود اللي كنديرو راه اقسم لكم يمينا الا انا عندي الربح اني ندير سيونس في لاكلاس على اني نديرها في فيديو، حيت راه واحد المجهود ما نقولكمش، خصوصا في الاول راه كيتقطع لي فيديو كنلقى راسي كملت لا سيونس كنطلع على الفيديو كنلقى فيه واحد نص ساعه اللي مسجله، ونعاود داكشي وعاد زيد باش تكومبريسي الفيديو باش عاد ترونس عاد تحطو بعدا في يوتيوب، راه خصو واحد 24 ساعه موين مو 24 ساعه، ما راه كاين دي فيديو اللي خداو لي نهار ونص وما كيطيبش. هاد المجهود كامل زعما على من؟ راه على ودكم باش انكم تفهموا. انا راه من جهتي انا ندير اكزيرسيس ونحط له الكوريجي، ولكن راه ماشي خدمه، راه ماشي خدمه، راه اقسم لكم يمينا لا كاينين دي بروف الا كيحط لك ليكزيرسيس على حسب الفهمه ديالك، راه ما كاينش في التالي. ومؤخرا راه كنت سمعت واحد البروف في لافاك، لافاك ديالنا، وراه قالها وقال لكم راه غادي نخدم معكم واحد ليكزيرسيس حطوه في ليكزام داك العام، وقال لكم الاغلبيه راه كيصيفط لي مسيو الكوريجي ديال هذا، وقال لكم غادي نصوب معكم الكوريجي ديال هذاك وهذاك اكسبري حطيته لك باش نشوف لي تيديون اللي فاهم اللي حافظ. يعني راه كاين دي بروف راه كيحط لك اكزيرسيس راه عمرك شفتيه، راه ماشي كانتقام باش يشوف الريفلكس ديالك في الفهامه شنو فاهم. وراه عدد كبير منكم شنو كيقول؟ راه حطنا واحد ليكزيرسيس عمرنا شفناه في التيدي، وعمرو ما حطوه في شي اكزام بصح، ولكن شنو هو الريفلكس ديالك؟ راه فرق ما بين اللي دار واحد الريفلكس وجاوب في داك ليكزيرسيس بناء على شنو فاهم، وكاين اللي ما قاش الورقه كاع في داك ليكزيرسيس، ما قاش داك ليكزيرسيس زعما في الورقه. دونك راه ملي كتكون فاهم راه على الاقل كتحرك، كتحرك كتجبد بعدا داك لا باز اللي عندك انت ديال الكور وكتحطها له بها كتبدا تجاوب على اي. دونك النقطه الاولى اللي غنقد نقول لكم هو انا ندير بلون، وداك البلون نحتارمو ونوض غادي نقرا. انا قلت لكم راه الا درتو هي جوج مواد، ماده في الصباح وماده في العشيه، راه يشيطلك الوقت تيطيبو جنابك بالكلاس، هذه الاولى. من بعد البلون قلت غادي نسيب لي البروف اللي غادي نتبع معاه المسير، والبروف اللي نتبع معاه المسير من ا الى حتى لزيد، وما بقاش نكثر عليا لي بروف. عندي واحد الماده
انا شفت واحد البروف عجبني، يعني الطريقة ديال الشرح ديالو عجبتني، صافي نتبعو بلا ما تكتر، انا بلا ما تكتر القوت قوت قوت لا بروف. كاين واحد البروف كيقري مثلا الميكرو، كاين هذا البروف كيقري الميكرو، كاين هذا البروف كيقري الميكرو، انا بثلاثة بهم كان كي كتضيع الوقت، شد ليه واحد وتبع معاه اللي الطريقة ديالو تكون زوينة وتبع معاه. ناهيك انه ما تتبعليش البروف ديالك ديال لافاك، هذاك البروف اللي كنت كتمشي تشارشي عليه في يوتيوب وتجبدو ولا ما عرفت فين كتشارشي عليه، عنده واحد الطريقة الشرح اللي زوينة صافق معاك هذا كيبسطلك، هذا ما كيعنيش انك ما تتبعليش مع فلافاك. يعني ندخل انا للسيت ديال لافاك، البلاتفورم ديال لافاك، ونجبد البروف ديالي ونتبع معاه الكور، هو احسن طريقه. كاع نمشي انا نفهم مع هذاك السيد هذاك البروف اللي غادي يشرح لي بطريقه مبسطه، وناخذ فكره على الكور، ونتبع مع البروف ديالي فلافاك كاع كيهضر بيرمون فرونسي، راك خديتي فكره، ونتبع مع البروف ديالي، وداك الساعات نشوف شنو هي الحويجه اللي ناقصه، شنو هي الحويجه اللي زايده غادي تستافد منها. حيت راه يقدر انا بروف عندي في لافاك يقدر واحد المعلومه صغيره ما يقدش يقولها، ماشي ما قدش يقولها، نسى ما قالهاش، حيت راه ماشي راه البروف راه ما كيبقاش اون فان كونترا واحد السين تم مسجل عنده، غيقد يقول واحد المعلومه كاع بفلتات له ما قالهاش، يقدر يقول لك واحد المعلومه زايده اللي انت ما شتيهاش عندك البروف اللي كيبسط لك وكيشرحها به. يعني كاع لي بروف راه ماشي سين تم كنديروا بلاي وقاو لا داكوغ. دونك اللي نقد نقول لك هو انه تبع مع واحد البروف، واحد غادي نعزلو انا الا كيشرح لي مزيان غادي نتبع معاه، وموراها نشوف البروف ديالي في لافاك شنو قال داكوغ. وديما حدايا دفتر وستيلو قلت مقنوطي، يعني نوطي معاه الكور، راه اي حاجه كتقال والا راه مهمه باش كنشرحو الكور، واي ايطاب قريناها راه كتكون تحتها اكزومبل ولا ابليكاسيون باش كنفهمو داكشي اللي شرح في الكور. داكوغ دونك وصلت حد لابليكاسيون. بالنسبة لي زابليكاسيون راه ماشي انايا لابليكاسيون، يعني صا الطريقة انا شنو كندير، انا كنحط لا فوي ديال ليكزارسيس حدايا ولابليكاسيون، بويسك ما عندناش لا بوسيبيليتي انا نديرو فوتوكوبي ونديستريبيوها، دونك كنقرا لابليكاسيون كنخلي لا فوي ديكزارسيس. بارفوا كتكون الكتابة صغيرة ولا الفيديو ما واضحش كاع، ولا بارفوا كتمشي الصورة كتولي فلو على اين. انا ملي كنحطو كاع انا كنقولو حنايا كتابه صغيره ولا مواضع، راه كنقرا لي اكزيرسيس، راه تندوز لي ريبونس، راه ماشي كنقول لكم نعطيكم 5 دقائق بحال اللي رحنا في لي كلاس فوالا في لا كلاس قراو عندكم 10 دقائق عاد نجاوبو، راه ما كنقول لكمش قراو، راه كنضطر انا نقرا باش اللي ما كانش لا فوي ديال ليكزيرسيس كاتبان راه انا كنقرا. وهنايا راه ماشي انا كنقول لك كنقرا راك غادي تعقل، وبويسكو كنقراه وما عندكش لا بوسيبيليتي باش تاخذ ليكزيرسيس ودير بوز وكتب معايا داكشي اللي كنقولو كتبو معايا، وحط لابليكاسيون هي قبالتك، وها انت غادي معايا ايطاب بار ايطاب، انت كتكتب ليكزيرسيس وانا معاك، وموراها ندوزو للكوريجي، وملي توقف على شي انفورماسيون انا قلتها حيت انا حدايا الورقه انت ما تبقاش سالف، الا ما كتبتيش ليكزيرسيس كتبقى سالف، فين هادي قالها؟ هادي واقيلا جبدها من ليكزيرسيس ما عرفتش، وما تقوليش ما عرفتش، اكتب لي ليكزيرسيس وكون قبلت، باش انا ملي كنجبد شي انفورماسيون من ليكزيرسيس انت راه قبلتك عاوتاني الورقه اللي كتبتي فيها ليكزيرسيس، ونخدمو لي ريبونس اونسومبل. يعني شنو غادي انا نطلق الفيديو نبقى كنتصنتلو ايوا ها هو شرح الكره هو دار لابليكا لابليكاسيون باينه دوز صافي، يعني بحال شي حاجه اللي مفروضه عليك خصك دوزها انت دوزتيها بلا ما تكتب، صافي لابليكاسيون باين يعني حتى ليكزيرسيس ودابا نشوف، ولا حتى لي زيكزام اللي نجي نخدم لي زيكزام عاد ننزل ورقه وستيلو راه اليوم. دونك ورقه وستيلو يعني دفتر، دفتر ديال كل ماده، ناخذ واحد الدفتر كبير ونقسمو المواد ونكتب عندي الكور بحال اللي راك في لونفي، نكتب الكور ديالي لي زابليكاسيون الكوريج واي اكزيرسيس بهاد الطريقه غادي يمشي. اخر حاجه اللي غادي نهضر عليها هو انه في كل فيديو كنديرو كندير دي زابليكاسيون باش كنفهمو الكور، وكنديرو في التالي دي زيكزيرسيس، والاغلبيه ديال لي يعني لي سيري اللي كنجيب ديال لي زيكزيرسيس راه ديال لي بروف بيان سور ديال كل ماده، كنخدم ليكزيرسيس الاول مثلا انا عندي 3 زيكزيرسيس كنخدم ليكزيرسيس الاول معاكم وراه كنشرحو، كنخدم ليكزيرسيس الثاني
وكنشرحو. والثالث راه كنخليه لكم. الوغ بيان سور راه ملي كنخليه لكم راه ماشي صافي حد لهنا سالا هذاك اللي ما صوبلوش الكوريجي دوز عليه، وراه كنخليه لك باش انت تنقلو وتحاول دير واحد لافور انطلاقا من داكشي اللي فهمتي وتخرج ليكزرسيس. وتبارك الله راه كاين دي زيتيديون اللي راه كيخرجوا ليكزرسيس، وراه غير في كومونتير راه فوالا مسيو، راه واما كيقول لي فوالا مسيو ها ليكزرسيس، ولا راه كي اجوتيني فوالا وكيصيفطوا لي في ميسنجر. وراه تبارك الله عليهم راه كاينين دي زيتيديون اللي خرجوا دي زيكزرسيس وكنحيوهم، وراه هذيك هي الخدمه اللي خصها تكون. راك باش تصيفط لي اكزرسيس وتقول لي فوالا مسيو ها هو الكوريجي، هذا راه دليل على انك راك تبعتي لا سيونس معايا من الاول الى حتى التالي. راك باش وصلتي لك الاكزرسيس باش تصيفطو لي اني باش نخرجو. دونك نتمنى ان كاع الطلبه يكونوا عندهم هاد الروح وهاد النفس باش يقراو لي ماتير، وحيدوا منكم شي شويه ديال العكز، يعني شويه العكز راه يكفي انك راك جالس وما كدير حتى حاجه في الدار. هذيك في حد ذاتها تماره، هذيك راه في حد ذاتها تماره، راه الا جلستي هي النهار كامل وناس وفقتي لي حتى 4 د العشيه ولا 6 د العشيه راه والله ما يكون فيك اللي يخدم، راه كتحس براسك راك عييتي راك فاشل. والله يخليكم نوض انا الصباح انا ندير بروغرام في الليل ونغيسبكت هذاك البروغرام، ياك دابا ما مفروضاش عليكم تطلع لافاك وتجلس في لافاك وتعاود تخرجوا لا سيونس. والاغلبيه كيقول لك فوالا انا ما فهمتش، الاغلبيه كيقول لك والله ما عرفتش شنو دار على اين. دونك انت كاس ايكونومزي واحد 3 ساعات كضيعها على برا باش تطلع لا سيونس، نص ساعه باش تمشي وساعتين باش تقرا ونص ساعه باش ترجع، هذه سيونس وحده فيها 3 ساعات كتمشي. دابا ها انت كان بين يديك ياك سيونس الا انا كنديرها في ساعه د المكانه راه اقسم لكم يمينا الا راها ايكيفالونت لواحد 3 ساعات في لا كلاس. سيونس سو فورم دو فيديو ديال اون اور راه ايكيفالون ديال 3 ساعات، حيت ما نساوش انا راه في الفيديو راه كنكتب مورا كنمسح دغيا، راه ما كنتسناكمش تكتبوا حيت في لا كلاس كنضطر انه تسناكم تكتبوا باش عاد نمسح. فيديو كنمسح داك الساعات، علاش؟ حيت عندكم بوسيبيليتي انكم توقفوا وتنقلوا داك الشيء عاد تلقوا تكمل، وباش انا حتى المده ديال الفيديو ما نجيبهاش طويله عليكم، ما نديرهاش انا في ساعتين. هذه الاولى. ثاني حاجه ليكزيرسيس انه راه حداكم، ماشي عاد كنديستريبيو ونبقى نتسناكم تقراوه وناخذ واحد 10 دقائق. هادشي علاش الفيديو كيجينا فيه واحد الساعه د المكانه، او قلت راه ايكيفالون ديال 3 سوايع. وعاد زيد راه ما كنخلي لكمش الوقت بزاف، حيت ملي كنكون اون كلاس ولا كنكونوا في المدرج راه كتعطاكم واحد ربع ساعه باش تصوبوا ليكزيرسيس عاد تدالوا الكوريجي، وراه سو فورم دي فيديو، يعني لا سيونس سو فورم دي فيديو، راه ما كنتسناوش داك الوقت، راه كنقرا ليكزيرسيس كنصوب انا داك الساعات. ولكن راه كاين طلبه اللي فاهم المصير وكيتبع معايا، وراه ملي كنعطي ليك زي كيدير بوز ما كيشوفش الكوريج وكيحاول يتقاتل، وملي كيوحل كيدير بلي ويكمل على اين. دونك الله يخليكم ما نضيعوش حنايا هاد الفتره هادي، يعني الى هاد الفتره انكم جالسين في الدار وما عندكمش يعني لي سوبور ديال يعني ديال الكور، رغم انه راه كيتحط الكوب راه كيتحط في البلاتفورم وكيتحط لك الكور، دونك ما عندكش لامبريمونت باش امبريمي، ولا عندك لي زيكزيرسيس ما عندكش لامبريمونت باش امبريمي ليكزيرسيس، ولا انا حطيت ليكزيرسيس وما عندكش لا بوسيبيليتي، دونك راه عندك الوقت واللي هو اهم حاجه هو داك الوقت، وهنا عرفوا كيفاش نستغلوا داك الوقت وما نضيعوهش. راكم انا الاغلبيه دابا راه كيبان لي راه كيضيع الوقت، اقسم لكم يمين الاغلبيه راه كنحس به كيضيع الوقت، هو واحد الفئه قليله اللي كتعرف كيفاش تتعامل مع لي فيديو. علاش؟ حيت راه عندنا الوقت اغلبيه فين كيضيع الوقت كثرت لي فيديو، ومن فيديو لفيديو من فيديو لفيديو راه مشى لك النهار. دونك الله يخليكم نسيب لي انا واحد البروف اللي غادي يشرح لي بواحد الطريقه اللي هي كتعجبني ومبسطه وغادي يمشي معاه دقه دقه، كون اكيد انك راك غادي تفهم اكونديسيون تكون كونسونطري وحدك دفتر وحدك ستيلو وجالس ماشي متكي مكرشخ. داكوغ؟ دونك نتمنى من الطلبه ياخذوا بهاد النصائح هادو، والله يوفق الجميع. والحاجه المهمه اللي كنعاود نقولها هو نديرو بروغرام باش تنوضو تخدمو، راه الا ما كانش بروغرام راك كتنوض هي في يد الله وكتبقى من هادي لهادي من هادي لهادي ما درتي والو، فتا كتقول الطبيعه هادشي تغدى. دونك الله يخليكم، راه ملي كدير بروغرام
وكندير فيها واحد الماتيير، راك كتولي كتقاتل في داك الماتيير، وكتقول هذا النهار غنقرا هذا الماتيير وربي كبير. وديما طرح في بالك انه علاش واحد اخرين فهموا وانا ما فهمتش؟ دونك راه الفرق الوحيد، راه هذاك عنده دماغ انت عندك دماغ، راه الفرق الوحيد هو انه هذاك جلس كونسونطرا مع الماتير ومرتاح ومبروغرامي لها، وانت راك ما ماشي ما مبروغرامي، انت مبروغرامي ولكن دماغك في حاجه اخرى. انا ما كنقولش هاد الهضره باش انك ديرها بزز عليك، حيت راه الا درتي وحق انا ندير بروغرام وتولي داكشي هي بزز عليك وتصاف لا سيونس، كتطلق الفيديو كتسناه يدوز باش تسمى انت درتي بروغرام. لا ما ديرهاليش انا بزز عليك، راه عن قناعه ندير بروغرام، وباش نديرها انا عن قناعه غنفكر انه راه ما بقاش الا اكزام، وراه ملي كنفكر انه ما بقاش الا اكزام هادي راه هي الحاجه الوحيده اللي كتموتيفيني، كنقول انا خصني نركز، واللي ما مركزش راه كيحس بيها، اللي ما مكش راه كيحس بيها، راه كتطلق الفيديو كتحس براسك مصوني، راه كتقول لا انا راه ما مركزش، حبس راه نعاود الفيديو من الاول. حتى انا قريت، انا بقيت تنقلب في يوتيوب، حتى انا شحال هادي فاش كنت تنقرا وكتجيني شي ماده اللي هي صعيبه، انا كنت تنقلب انا على شي بروف وغادي نفهم بطريقه مبسطه، ولا كنقلب على شي بروف اكثر مني في النيفو كيشرح لي مثلا ماستر ولا دكتوراه، كنقول الله يخليك تشرح لي وكيشرح لي بطريقه مبسطه، ولكن راه ما كنخليهش انه كيكبل ما فرمله، راه ملي كيشرح لي هو واحد الحاجه مبسطه كنقيدها نقيدها لي زبزير تنقيدها، الحاجه اللي وحلت فيها كنقيدها باش نهار اللي كنتلاقاه كنعطيه كلشي، وحتى نتوما الحاجه اللي وحلتو فيها نوطيها وخلاص. اللي عنده لا بوسيبيليتي انه يكونتاكتيني راه مرحبا، راه ما عنديش مشكل، راه في داك لي ماسير اللي كندير انا ديال التروازيام اني والدوزيام اني والتال بروميير اني مرحبا، راه ما عنديش مشكل. وبالنسبه لي زيتيديون ولا لي زيتيديونت اللي ما كنجاوبهمش ولا كنتعطل عليهم في الجواب، راه غي الاغلبيه راه كيسيفو لي ديزيكزارسيس، بارفو راه ما كتكونش عندي لا بوسيبيليتي اني نجاوب سور لو شون، يعني ليكزارسيس فيه الكالكول راه خصني انا نفيريفي داك الكالكول. انا بارفو راه كنكون بحال دابا مثلا انا متكي مع 11 الليل، واحد كيصيفط لي زعما مسيو شوف هذا، راه يقدر انا كنشوف ولكن ما كنجاوبوش داك الساعات، راه ابخي دو جوغ ولا لغت ليه راه عاد كنجاوب، يعني من بعد ما كنحل ليكزارسيس ونحسب انا معاه ونشوف ليرور فين عنده والغلط فين عنده باش كنعرف كيفاش نجاوبو، يا اما كنقول له سي تري بيان راه هادشي هو هذاك، يا اما كنقول له راه هادشي غلط وها فين عندك الغلط. انا متكي ما حدايش كالكولاتريس، ما راه ما يمكنليش نقول له هادشي غلط ولا هادشي صحيح، وحتى الا كان الغلط خصني نعرف فين انا عنده الغلط على عين. دونك نتمنى من الطلبه ياخذوا بعين الاعتبار هاد النصائح هادو باش يمشيو في هاد الفتره اللي كيمر منها العالم ككل، ماشي هي المغرب، العالم ككل على احسن ما يرام، ويقراو لي ماتير ديالهم بطريقه احسن من اللي كانوا كيمشيو المدرجات وكيضرب تمره الفتره، واستغلت هاد لافونتاج اللي تعطالك في هاد الفتره هادي، يعني هاد لي فيديو هادو، ونتمنى كاع الطلبه يستافدوا من هاد النصائح هادو ويكونوا دي بون نوت في هاد السيمستر هادي، ونبينو حتى حنايا المغرب والعالم ككل انه واكبنا هاد التطور التكنولوجي، وراه الدوله راه شحال هادي وراه منذ سنوات وانها كتخدم انها دير تحديث ديال الاداره ككل بما فيها اداره الاداره ديال الجامعات، التحديث ملي كنقول انا التحديث يعني ما يبقاوش دي سيونس انه في لافاك، يديروا دي سيونس فورم دي فيديو، وراه كانوا تطورات والحمد لله حتى هذه الجائحه راه جات وجات بلي زافونتاج ديالها، وما بين لي زافونتاج هو هادشي اللي دابا كنشوفوه انه دي سيونس الحمد لله، وتا التضامن ديال لا من المؤسسات لا من الجامعه لا من لي بروف لا من المتطوعين، يعني اللي عنده شي مجهود راه دارو، يعني باش نتعاونوا كاملين واي طالب ما يضيعش وتوصلوا له انفورماسيون. دونك نتمنى من الطلبه انهم يستافدوا من هاد النصائح اللي قلنا، وكنتمنى التوفيق للجميع والله يوفق الجميع، بون كوراج الله يعاونكم.